مر موسى على عابد من عباد بني إسرائيل فيقول له العابد: يا موسى، إذا ناجيت ربك فاسأله لي ثلاث دعوات. الدعوة الأولى: ألا يشغلني بسواه. الدعوة الثانية: أن يلهمني ذكره حتى لا أنساه. الدعوة الثالثة: أن يرزقني حبه حتى ألقاه. وناجى موسى ربه، ولكن وهو في ذروة المناجاة نسى ما سأله العبد. فقال له الله: يا موسى، ماذا قال لك عبدي؟ وما كان ربك نسيا. ماذا قال لك عبدي يا موسى؟ ماذا قال لك عبدي؟ قال موسى: يا رب أنت أعلم بما قال. قال موسى: يا رب أنت أعلم بما قال. قال له الله: يا موسى، إن بيني وبين عبدي أسرارا، وبلغه بأنني عليه غضبان. ولما رجع موسى من مناجاة الله قال له العبد: ماذا قال لك ربك يا موسى؟ قال له موسى: إن الله عليك غضبان. فبكى العبد وقال: والله لئن طردني من بابه فلن أغادر بابه أبدا. فأوحى الله إلى موسى أن أخبر هذا العبد بأننا قد قبلناه وغفرنا له ما كان بيننا وبينه. يا موسى.